مرحبا بكم. عليكم الاستعداد لرؤية العديد من المشاهد الرائعة من أرجاء مختلف هذا العالم. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. هذا ما يحدث لجورب مبتل حين ترميه في هواء القارة القطبية الجنوبية. قد تعتقدون أن كل شيء يهتز داخل قطار يتحرك بسرعة 348 كيلومتر في الساعة، لكن هذه القطعة النقدية تثبت العكس. هكذا يتم منع الحرائق من الانتشار. نتساءل ما إذا كان العمود الفقري موجوداً داخل هذا الجسم؟ تعاني الثعابين من صعوبة في التحرك على الأسطح الملساء. فاز القط بالضربة القاضية. بدا المشهد رائعا بفضل البرق. يعمل محركان قويان على توليد هذا الإعصار الناري. اقتلعت الرياح كل ما يقف في طريقها. انتقمت الفقمة من المتطفلين. هل لديكم تفسير لما يحدث هنا؟ يبدو أن القرود نفذت عمليتها بنجاح، حتى أكبر السفن تبقى عاجزة أمام القدرة الإلهية. هل تعتقدون أيضاً أن هذه السحلية تبدو غريبة؟ هذه هي الكوابيس التي يراها أولئك الذين يعانون من رهاب العناكب. حفل افتتاح الألعاب الآسيوية لهذا العام في الصين هو أفضل حفل افتتاح قد ترونه. الصينيون ماهرون في تنظيم الاحتفالات. خلل جيني جعل الأفعى تبدو بهذا الشكل المرعب. ستشعر شركة فيراري بالإساءة عند انتشار هذا الفيديو. من النادر أن تحظى بفرصة للقفز وسط دوامة مائية. عدد قليل من الأشخاص يحظون بفرصة مشاهدة عمليات إطلاق الصواريخ عن قرب.
لم يفرط النسر في تلك الوجبة. العمل الجماعي يجعل كل شيء سهلاً. يبدو أن ذلك الجزء من القارب ليس ضرورياً. ربما تكون هذه هي أغرب عملية نقل ترونها على الإطلاق. هذه الطائرة غير قادرة على الطيران، وقد تم نقلها لتزيين مدخل أحد المطارات. إنه جيش من الرجال الآليين المخصصين لتوصيل الطلبات. أثبت القط أنه ماهر في التمثيل. ربما قررت السمكة ممارسة بعض التمارين الرياضية. اختفى الجسر في أقل من ثانية. مشاهدة ثوران البراكين عن قرب ممتعة رغم خطورتها. يتطلب هذا العمل طيارا ماهرا ومجموعة من العمال شجعان. لا بد أنكم ترغبون بالحصول على سيارة مماثلة. رفض الكلب التفريط في وجبة العشاء. البساط الطائر لم يعد مجرد أسطورة. ينقل هذا الرجل الثلاجة بسهولة وكأنه ينقل علبة فارغة. أما ركاب هذا القارب فقد كانت لديهم فرصة لرؤية هذه القفزة الرائعة عن قرب. أحدهم يرى الفقاقيع لأول مرة. لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان ذلك حادثاً أو أنه جزء من الاستعراض.
هذا كل ما لدينا اليوم، نراكم في حلقة أخرى. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.